صدمة مع عمال المال العام، لأن مطالباتهم الحقيقة بحقوق مشروعة، وبيطالبوا بأرباح، بيطالبوا برعاية طبية، بيطالبوا بصندوق زمالة. الحقيقة في أول فساد كتير وكتير قدموا طلبات، يعني كتير سلكوا الطرق الهادية جدا للتفاوض مع إدارة الهيئة، ولكن للأسف الشديد اعتبرت هذه الطرق الهادية مدعاة للإحساس بأن العمال ضعفاء ما يقدروش يضغطوا علشان حقوقهم. عمال النقل العام من قبل الثورة وبعد الثورة بالتحديد طلبوا بعودة الهيئة لوزارة النقل، وده معناه إن هم بيطالبوا بإلغاء الخصخصة. طلب كان كبير جدا ومهم جدا، لأن هم بيعانوا طول الوقت من إن الهيئة الحقيقة شديدة التقصير ناحية الجمهور مش ناحية عمالها بس. يعني هم عندهم مطالبات كمان مش بمطالبهم المادية، عندهم مطالبات بتحسين الأسطول، بتجديد السيارات، بشراء قطع غيار للأوتوبيسات المتهالكة اللي الناس كلها بتعاني منها. كان عندهم مطالبات في وقت لتوابع الخصخصة ببيع خطوط كاملة اللي احنا كلنا نعرفها في شكل الأوتوبيسات الميكروباصات الخضراء والزرقاء، اللي هي بعد ما كانت بالأوتوبيسات بجنيه بقت ب2 جنيه وب2 جنيه ونص. ده الهيئة قامت بالفعل ببيع خطوط طويلة جدا لشركات خاصة، كل ده عبء على المواطنين. واعي بيه عمال هيئة النقل وبيطالبوا بإلغاء وعودة الهيئة للقطاع العام أو لوزارة النقل لإحساسهم بأن المواطن بيعاني من أداء الهيئة. مطالبات عمال النقل العام مطالبات مشروعة، وحقهم في الإضراب حق مشروع في المواثيق الدولية اللي وقعت عليها مصر ولكنها تتنصل منها في الدستور وفي قانون العمل، اللي دايما بيبقى عندنا نص ان الاضراب حق مشروع ولكن نروح تابعينه بعبارة كما يرسمه القانون، فتحس ان في الاخر ان العمال بنسلبهم حق من اهم حقوقهم في الاعتراض وهو الاضراب. انا متضامنة مع عمال النقل العام وبطالب بالافراج الفوري عنه.